بس خلونا دلوقتي نروح بقى لفرحتنا وتليفوناتنا الحلوه مع فناننا الجميل الكبير الاستاذ مجدي كامل. تحياتي ليك يا استاذ مجدي. ابو كباتن مساء الفل يا كابتن اسامه. يا 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 بوش الساعد، يعني كل سنه والاهلاويه كلهم طيبين والف مبروك. يعني البطوله العاشره، بطوله افريقيا العاشره الغاليه علينا، ال 11 المره دي، العاشره وال 11 ببارك مرتين للعاشره، انا ما بركتش على العاشره، العاشره وال 11 وان شاء الله ال 12. مش عايزين نحسدك ان احنا الحمد لله يعني ما بنعرفش نعد من كتر البطولات، لكن ما ولا عايزين نعد، مش عايزين نعد، احنا بعون الله ما فيش عد، احنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله في العلالي دايما باذن الله. ابو كباتن والله عايز اقول لك ان انا كنت في المعهد عالي فنون مسرحيه. انا كان عندي جنرال بتاع عرض، انا دكتور على فكره في معهد فنون مسرحيه، فانا سبت العرض وكده اتفرج على الماتش. يعني طب قول لي بقى مشاعرك يا استاذ مجدي. مشاعرك وانت قاعد، وحتى كمان لما النادي الاهلي دخل فيه هدف. والله يا كابتن عاد انا وعادل قلنا كالاتي: الاهلي ان شاء الله هيجيب جول ببركه سيدنا محمد، باذن الله هنجيب جول. والله العظيم كمان مره الكابتن محمود الخطيب وهو بيصلي بين الصفين، انا شفت الصوره دي قلت اكيد الكابتن برضه دعا ربنا، اكيد ربنا يكرمنا باذن الله. والله كان احساس كل جماهير النادي الاهلي في المباراه والدعوات. شكرا لكل العاملين في كل، والمديرين والمدربين واللعيبه والجهاز كل الناس اللي شغاله. الاهلي بيشتغل ما بيبصش لحد حقيقه، الاهلي بيشتغل بس، فاحنا يعني احنا الاهلاويه بنشتغل بس حقيقه، ما بنتكلمش، احنا ربنا بيجي في الملعب. السنه اللي فاتت ضاعت مننا بطوله افريقيا لان حصل علينا ظلم كبير جدا جدا من الجواب بقى اختفى، الجواب مش عارف ايا كان الاسباب، لكن احنا الحمد لله منعم قالها وهو هناك لما شاور وقال ان احنا راجعين، ورام ربيع قال ان احنا راجعين تاني ورجعنا وخدناها الحمد لله يا ابو الكباتن بجد. طب قول لي بقى، واحنا النهارده ما شاء الله النادي الاهلي البطوله ال 11، البطوله اللي انت ما تقدرش تنساها برضه، خاصة انا هقول لك بطوله، وما نسيتهاش يا ابو الكباتن. ده كان يوم عيد ميلاد ابني احمد، ايوه 27/11 البطولة العاشرة، ايوه البطولة، لا التاسعة بقى، البطولة العاشرة، بقول لك البطولة العاشرة كانت يوم 27/11 ده يوم عيد ميلاد ابني. طب هدف مين؟ هدف محمد مجدي قفشة؟ محمد مجدي قفشة لا، يبقى البطولة التاسعة، التاسعة دي كانت التاسعة 27/11 ده تاريخ، خلي بالك ناس كتير او كل الناس ما حدش يقدر ينسى التاريخ ده. بقول لك 27/11 دي كانت التاسعة مجدي قفشة اللي هي القاضية ممكن. والعشرة بعون الله وال11 وال12 واللي جاي كله ان شاء الله باذن الله. بص يا ابو الكباتن، احنا يعني مصر كلها بتفرح لما الاهلي بيفرح مصر. بجد والله العظيم. لو حضرتك اكيد طبعا تابعت وشفت السوشيال ميديا وشفت الشوارع كانت عامله ازاي والناس فرحانه ازاي. سيبنا من اي حاجه ثانيه ايا كان بقى، اللي بيشجع الملوش لازمه ده اللي هو كان ما بنوقفش عند الحاجات دي كتير، بنبص لها ونضحك بس، ولا يلزمنا الحمد لله في كل مين اول واحد باركت له بعد البطوله ال 11 وبعد تتويج النادي الاهلي؟ 11 كان ابن عادل اللي هو كان جنبي، عادل سلامنا لعادل كتير، واخد بال حضرتك، وعيلتي طبعا يعني كلنا والاصدقاء وكل الناس كلها عارفه ان انا اهلاوي جامد جدا يا ابو الكباتن حقيقه. طبعا الناس كلها بتهنيني كمان على ال 11 كلهم ان شاء الله. انت طبعا انت عارف طبعا لو كانت حزيت في الصفحه نقول حزين ال 12 الكل طب ال 12 بقى ان شاء الله، طب الدوري ايه؟ طب ان شاء الله ربنا يفرح الاهلاويه جميعا ونفرح بالدوري ونفتح بالسوبر الافريقي اللي جاي ان شاء الله، ونروح كاس العالم ان شاء الله راضي باذن الله، نعمل نتيجه عاليه جدا في كاس العالم. طب عايزك تقول لي بقى على الهوا دلوقتي، وحضرتك يعني فنان كبير وليك اعمال كبيره وكل الناس اكيد بتفتكر كل اعمالك، قول لي مين من لعيبه الاهلي ينفع يدخل مجال الفني، او مين بيعرف ممكن يمثل؟ سيبنا من التمثيل، كلهم لا بس مين ممكن القريب يعني بخبرتك كده بقى؟ بص حسين الشحات هو بيتنرفز، هو بيتنرفز شويه لكن لا هو طبعا عنده حق ان هو اتنرفز على الحاجه بجد حاجه مستفزه يعني حقيقي. لا حسين وقفشه ووش الناوي ووقوفة وطبعا مصطفى شوبير انا بشكره طبعا يعني هو يعني شاب جميل يعني ربنا يا رب يجيله يا رب ويعليه اكتر واكتر ان شاء الله. وعلي لطفي طبعا
بنذكر كل اللعيبه مرتبات الفنانين. الفن اللي انا وانا بتفرج على كوره حلوه، ما هو ده فن، ما هو ده فن، فن اللعب، فن التكتيك، فن الهدف الخوض، فن الاجوال، ما هو ده كل ده فن والله يا ابو الكباتن. حقيقه بنشكرك. شكرا. انا بشكرك جدا يا ابو الكباتن، وسلام خاص طبعا لكل الاهلاويه، وانا بشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب طبعا، انا بشكره جدا على كل الحاجات اللي بتتعمل، وبشكره طبعا على الفرع الجديد بتاع التجمع الخامس، وانا انا عضو جمعيه عموميه بالمناسبه. طبعا طبعا انا اهلاوي كبير. يا ده بص يا ابو الكباتن، اهلاوي وافتخر طول عمري، العيله كلها اهلاويه، مفيش حد فينا يمين، كلنا اهلاويه بعون الله. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ مجدي، وبنتمنى لك كل التوفيق في اعمالك خلال الفتره القادمه. ناس من يعني الفنان الجميل مجدي كامل، واحد من الفنانين المحترمين اللي بيقدموا اعمال دايما هادفه وليه جمهور كبير وكل الناس بتحبه. بنشكرك شكرا جزيلا.